قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة إنه بإنشاء مشروع منتجع الساحل في العام 2020 ستكتمل خارطة المشاريع السياحية في المحافظة الجنوبية. وأكد معاليه أن المحافظة الجنوبية على المدى القصير والمتوسط ستكون على موعد مع مشاريع استراتيجية مهمة وداعمة للحركة السياحية في البحرين عموما وفي المحافظة خصوصا، والتي تسعى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى تحويل هذه المحافظة إلى منطقة جذب سياحي، وذلك باستثمار المقومات الطبيعية والجغرافية التي تتمتع بها. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد زار موقع منتجع الساحل لتفقد الأعمال الإنشائية للمشروع. ولدى وصول معاليه إلى الموقع كان في الاستقبال سعادة السيد خالد عمرو الرماحي رئيس مجلس إدارة شركة منتجع الساحل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمشروع. وقد أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالجهود الحثيثة التي تبذلها شركة منتجع الساحل لإنجاز هذا المشروع وفق مراحل وخطة التنفيذ. وأكد معاليه أن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تشغيل الفنادق أبدت رغبتها في إدارة المنتجع وتشغيله نظرا لما يتميز به من مواصفات عصرية وموقع متميز قريب من حلبة البحرين الدولية. كما أعرب معاليه عن تمنياته في أن يسهم هذا المشروع في رفد الحركة السياحية مع تنامي معدلات إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي بوصفها أحد أهم القطاعات التي ترتكز عليها الإيرادات غير النفطية. Thank you.
تداخل فريد من نوعه يعكس ثراء البيئة البحرينية التي تجمع بين ثقافة البحر وثقافة الصحراء في آن واحد، وهذا ما يتجلى بشكل واضح في المحافظة الجنوبية، مما جعلها وجهة للعديد من الاستثمارات السياحية، خصوصا بعد احتضانها لحلبة البحرين الدولية. وبعيدا عن ضوضاء المدن، يأتي مشروع منتجع الساحل ليمثل مشروعا متكاملا يضم مختلف المرافق التي قد تخطر على بال السائح. المشروع نتوقع أنه ينتهي على عدة مراحل. المرحلة الأولى نتوقع نهايتها في أواخر 2020، يتكون من فندق، أيضا إلى برك السباحة، بلاج متكامل، فيلل بتطل على البحر. حنعلن عن مشغل الفندق عن وقت قريب، يعني شركة معروفة عالمية. هذا المنتجع الفريد يقام على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 700 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 200 غرفة وفيلل فندقية مختلفة وقاعة مؤتمرات ومناسبات ومطاعم ودار سينما وغيرها من المرافق الجاذبة. طبعا احنا من الناحية الاستثمارية كشركة ممتلكات، هذه احدى مشاريع الشركة اللي تقوم به بالشراكة مع المستثمرين اخواننا في دولة الامارات العربية المتحدة. ومثل ما تشوفين هاي فندق مميز، مو فندق، هو منتجع، هو ديستنيشن. اعتقد بيكون جدا جدا مميز، واحنا نعتقد انه بيكون له مردود على ممتلكات ايجابي، وكذلك على تنويع مصادر الخدمات والفنادق الموجودة في مملكة البحرين. مشروع منتجع الساحل يأتي ضمن حزمة مشاريع تطويرية داعمة للسياحة في المملكة عموماً وفي المحافظة الجنوبية خصوصاً، وهي إنشاء مركز المعارض والمؤتمرات وتطوير بلاج الجزائر وإنشاء مدينة رياضية متكاملة. كما يأتي المشروع كوجهة سياحية مختلفة من قلب المحافظة الجنوبية ستغير ملامح المنطقة بالكامل لتجمع بين عراقة الصحراء وهدوء البحر، إضافة إلى عصرية المدينة. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.